بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. محمود طاهر يضع حجر الأساس لفرع الأهلي الرابع. الجهاز الفني ينفي تجميد صالح جمعة. والفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا للإسماعيلي. مجددا والى التفاصيل. وضع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي حجر الاساس لفرع النادي الجديد بمنطقه التجمع الخامس صباح اليوم السبت. وحضر فعاليات وضع حجر الاساس كل من المهندس محمود طاهر رئيس النادي وكامل زاهر امين الصندوق ومروان هشام عضو المجلس واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي، بالاضافه الى طاهر ابو زيد نجم النادي الاسبق والمهندس محمد يحيى المستشار الهندسي للنادي. أكد المهندس محمود طاهر أن مجلس الإدارة الحالي يتشرف كثيرا بوضع حجر أساس فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، لافتا إلى أنه كان ومجلس الإدارة حريصين على أن يضعوا نواة الفرع الجديد للنادي. ونتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات المهندس محمود طاهر على هامش وضع حجر الأساس لفرع الأهلي الرابع. يوم ما دخلنا المجلس ده من 3 سنين ونص واحنا بنفكر في موضوع ارض التجمع الخامس، لان كان احد مطالب الاعضاء في حملتنا الانتخابيه في 2014. وزي ما قلت وزي ما بقول دايما، احنا ما بنوعدش بحاجه مش هنقدر نوفي بيها. وعدنا ان احنا هنسعى من يوم ما دخلنا في 1 ابريل 2014، وعدنا ان احنا هنسعى لتحقيق هذا الفرع، والحمد لله اشتغلنا عليه سنة وشوية لحد ما تحقق من سنتين وبدأنا في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع. وأعتقد أنه المشروع ده يعني بيمثل لي أنا تحديدا نقطة تاريخية في حياتي الشخصية كمان، مش بس في حياتي كرئيس مجلس إدارة أو في حياتي كنادي أهلي، لا بيمثل لي أنا لحظة تاريخية بتحمل كل انفعالات الحب والكبرياء والشعور بالانتماء للنادي الاهلي. الحمد لله اعتقد انه نتيجه مجهود كبير بذل من كل الناس ومن كل المعنيين بهذا الامر. وبحب اشكر الاداره الهندسيه، بحب اشكر الاداره التنفيذيه، بحب اشكر ناس كتير اشتغلت في هذا الموضوع وناس بذلت مجهود جامد قوي خلال السنتين اللي فاتوا. بشكر وزارة الإسكان والمهندس مصطفى مجدول وزير الإسكان. بشكر بصفة خاصة الأستاذ عماد وحيد لأنه كان وراء هذا الموضوع، هو الدكتور محمد يحيى. الحقيقة هم اللي فضلوا يتابعوا هذا المشروع حتى يرى النور، ونجحوا في النهاية الحمد لله إن هم يتسلموا الأرض الأسبوع اللي فات. احنا دافعين فلوس لهذه الارض بقالنا، او المقدم التعاقد بقالنا حوالي اكتر من 3 شهور. الناس الحقيقه بذلت مجهود. انا يعني انا مش عايز اتكلم كتير وابان ان انا بتكلم كتير عن المجهود، لكن المجهود الذي بذل من ناس كتير قوي ده في هذا المشروع، واعضاء مجلس اداره الحقيقه بذلوا مجهود كبير. بشكر كل اعضاء مجلس الاداره اللي معايا، بشكر الاعضاء، بشكر أعضاء النادي المهتمين اللي جم يشوفوا ناديهم بيكبر النهارده في فرع آخر. بتمنى إنه هذا المشروع في خلال سنتين يبقى مكتمل بإذن الله،
ونستمتع بيه كلنا كاعضاء النادي الاهلي. بشكر المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان لان هو كان مختار لنا هذه القطعه تحديدا، لانها يعني اذا ما كانتش افضل قطعه فهي من افضل القطع الموجوده في منطقه ارض النوادي. قطعه هندسيا، مش بس ان هي قطعه حلوه وخلاص، لا دي قطعه هندسيا بمداخلها ومخارجها وسهوله التنقل فيها. الحقيقه كان اختيار موفق جدا، وهو اللي اختاره لنا وهو اللي قال لنا اسمعوا نصيحتي وخدوا هذه القطعه الارض، وخدناها فعلا بعد الدراسات الهندسيه، وتم الاتفاق او كل الناس اتفقت على ان هذه القطعه قطعه مميزه جدا، ان شاء الله هترفع من قدر وقيمه كل المناطق المحيطه كلها، لانه النادي الاهلي ما فيش حته بيدخل فيها الا وبيرفع من شأنه. انا شخصيا فخور بكوني اهلاوي، يجب ان يفخر كل عضو في النادي الاهلي بكونه اهلاوي، بكون النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي له اربع فروع او عنده اربع مقرات. الحقيقه حاجه بتشرفنا وبتجعلنا نشعر بالفخر ان احنا اهلاويه، وان احنا ساهمنا بجزء ولو بسيط جدا من بناء اسم النادي الاهلي، وكنا على قدر مسؤوليه ووعدنا فاوفينا. النادي الاهلي النهارده بيضع حجر الاساس لفرع رابع في منطقه مفترض ان هي يعني بيسعى اليها الجميع. ده معناه ان النادي الاهلي في مجلس اداره بيفكر في مستقبل ابنائه. مش عاوز اكرر كلام اللي قلته في المؤتمر في الحقيقه، انما عايز يعني اجسد او اكد حقيقه ان احنا امام اداره واعيه، اداره استطاعت في الحقيقه خلال سنوات قليله جدا ان هي تحقق، عايز اقول انجازات على مستوى الانشاءات، انجازات على المستوى الرياضي، على مستوى حتى التعامل النفسي مع عضو النادي. فالنهارده وضع حجر الاساس لفرع رابع اعتقد ان دي اضافه جديده، على كل اهلاوي ان يفخر بهذا العمل. محمود طاهر في الحقيقه النهارده بيبعت رساله لكل من يعمل في العمل العام او العمل الرياضي بانه راجل بيشتغل بصوت هادي، وبيشتغل دون ضجيج اعلامي، وبينجز لناديه ولاعضائه بشكل واضح، وبالتالي دي رسالة محترمة لكل من يريد أن يعمل في العمل العام. مسألة الوعود الكثيرة جدا اللي شفناها في الحقيقة في الوسط الرياضي بشكل عام خلال السنوات اللي فاتت، أعتقد أن صورتها كانت صورة سلبية عكس ما تحقق اليوم. عشان كده اللي حضر النهاردة في الحقيقة هم متواجدين بدواعي الفخر، لأن هم مش بالنسبة لهم مش مفاجأة اللي اتحقق في عهد هذا المجلس، لأن المجلس ده تحديدا كل ما عاهد به أوفى، وبالتالي أنت أمام ناس جادة. النادي الأهلي علمنا إن إحنا بنحترم من يعمل. النادي الأهلي بيبقى كل أبنائه حوالين من يعمل. النهاردة محمود طاهر بيعمل حقيقة، فأنا بهنيه هو ومجلس إدارته في الحقيقة، وعايز أقول إن مجلس إدارته بالكامل، لأن المهندس محمود طاهر تولى مجلس إدارة النادي الأهلي وكان معاه 11 عضو مجلس إدارة. محمود طاهر النهارده كمان بيضرب نموذج إنه بيذكر كل مجلس إدارته حتى اللي مش موجودين معاه النهارده. فأنت أمام في الحقيقة شخصية بتدي رسائل كتيرة جدا على مستوى الإنجاز، على المستوى الشخصي، على مستوى تقديره لزملائه سواء كانوا موجودين في المجلس أو مش موجودين. فعايزين نقول إن إحنا أمام الحقيقة شخصية متميزة بيفخر بيها النادي الأهلي. وأنا زي ما قلت في المؤتمر، المهندس محمود طاهر هو امتداد للفريق مرتجي وللكابتن صالح سليم وللكابتن عبده صالح الوحش. دي نماذج اعطت للعمل العام بمنتهى الشفافيه وبمنتهى النظافه دون تكسب ودون ان يستفيدوا من النادي الاهلي. احنا تقريبا لهؤلاء العظام الثلاثه بتمنى له كل التوفيق ولمجلسه. بوجه تهنئه لكل من ينتمي للنادي الاهلي النهارده، واحنا بنضع حجر اساس لفرع رابع اعتقد خلال السنوات الجايه يشعر الجميع بقيمه هذا الحدث اللي عمله محمود طاهر ومجلس الاداره. اكد المهندس حسين صبور رئيس مجموعه صبور المشرفه على تصميم فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس انه سعيد للغايه بالتواجد في فرع الاهلي الجديد.
وأكد صبور خلال كلمته على هامش فعاليات وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس أن وجوده في هذا الحدث شرف كبير كونه حدثا تاريخيا للأهلي. وأوضح صبور أنه سعيد للغاية كونه يساهم في وضع لبنة صغيرة في إنجازات النادي الأهلي والذي يملك مقرين في الجزيرة ومدينة نصر وفرعين في الشيخ زايد والتجمع الخامس. قال لواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس يعد إضافة جديدة للنادي وأنه سيكون صرحا كبيرا ضمن إنشاءات النادي. وأوضح اللواء شيرين شمس أن الأعمال المساحية وغيرها من مستلزمات بداية الإنشاء بدأت بالفعل بمجرد وضع حجر الأساس، وأن العمل سيسير على قدم وساق وفقا لمراحل التشييد المتفق عليها. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق يمر بالكثير من المراحل خلال الموسم، لافتا إلى أن كل مرحلة لها أهدافها ومتطلباتها وأن الدوري يختلف تماما عن بطولة أفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ أن مشوار الدوري طويل ويشمله توقفات وإصابات وتذبذب مستوى فني على عكس بطولة أفريقيا والتي تعتمد على الحسابات والأهداف خارج وداخل الأرض. وعن غياب صالح جمعة عن المباريات قال عبد الحفيظ أن غياب اللاعب أمر فني يخص حسام البدري المدير الفني للفريق. تراجع جهاز الفني لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري عن فكرة شكوى المنتخب التونسي بسبب تجدد إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق في مباراة ليبيا بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن علي معلول كان قد وصل لمرحلة متقدمة من الشفاء قبل مباراة ليبيا، لكن مشاركته جددت الإصابة مرة أخرى. لكن تراجعنا عن فكرة الشكوى. وأوضح مدير الكرة بالأهلي معلول سيغيب عن المباريات أسبوعين وسيخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة المقبلة. وصل الفريق الأول لكرة القدم تدريبات اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري. ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية صباح الغد ويؤدي تدريبه الختامي غدا ببرج العرب استعدادا للقاء المقرر له بعد غد الاثنين. للمزيد من التفاصيل حول استعدادات الفريق لمباراة الإسماعيلي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. أهلا بك يا فيروز، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. كريم احكي لنا عن كواليس التدريبات النهاردة. طبعا استئناف مستمر للتدريبات كالعادة من الكابتن حسام البدري، مباريات متلاحقة، كان ظهر النادي الأهلي بشكل رائع زي ما شفناه في تليفونات بن سويف، ثم الإنتاج الحربي، مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة مباراة مهمة لها حسابات خاصة جدا عند النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي. النهارده الكابتن حسام بدأ كالعادة تدريب في الساعة الرابعة عصرا، بدأوا بمحاضرة داخل الملعب كان فيها بعض التحفيز للاعبين التركيز في هذه المباراة. النادي الأهلي زي ما قلنا المباراة المتلاحقة لابد أن يكون فيها لم نقاط بلغة الكورة خلال المباراة القادمة ولا
إقارة النادي الأهلي في أي نقطة في بطولة الدوري العام. بعد المحاضرة بدأ التدريب كعادته مع كابتن أنيس الشعلاني مخطط الأحمال، فقرة كانت بدنية اليوم لمدة 30 دقيقة شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء اللاعبين اللي بيشاركوا بشكل أساسي في المباريات، كان ليهم النهارده جزء خفيف من المران. كابتن حسام البدري النهارده يمكن كان عامل التدريب النهارده اكتر من فقره، فقره البدني، فقره بالكوره مع اللاعبين الاكتر من مجموعه، وفقره للعيبه الاساسيين كانت فيها بعض التدريبات الخفيفه بالنسبه طبعا للاساسيين. كمان يمكن بناكد على احمد حمدي ومحمد نجيب، النهارده شفناهم ظهروا بيتدربوا فردي مع طارق عبد العزيز اخصائي للتاهيل، يعني الناس كانت بتقول ان هم جاهزين بشكل كبير جدا للتدريبات الجماعيه، لكن النهارده كان في تفضيل من الجهاز الطبي بعدم الدفع باحمد حمدي. هو تدريجيا الامور معاه ماشيه بشكل طيب بالنسبه للتاهيل، لكن الدفع بيه من عدمه في تدريب بكره، هنشوف هل ممكن احمد حمدي في الاختبار الطبي اللي هيتعمل له يكون متواجد حتى في القائمه ام لا، دي ترجع طبعا للجهاز الطبي للنادي الاهلي. طبعا زي ما انت قلت علي معلول بيغيب اسبوعين عن فريق النادي الاهلي، وفي استياء وحزن غضب شديد جدا من الجهاز الفني على اصابه علي معلول، وزي ما انت شرحت اكيد قلتي طبعا المشاركه هناك في مباراه ليبيا اثرت عليه بشكل كبير، وكان في اتفاق على ما اعتقد مسبق ان عدم يعني الدفع بعلي معلول في مباراه تونس من قبل الجهاز الفني التونسي، لكن يمكن قدر الله ما شاء فعل علي معلول من العناصر الاساسيه لفريق النادي الاهلي، لكن اكيد زي ما احنا شفنا حسين ونشوف صبري ونشوف ايمن اشرف ان شاء الله خلال المباريات القادمه. رامي ربيعه زي ما احنا قلنا الالتهاب بالحوض ماشي في التاهيل والبرنامج التاهيلي اللي وضعه ليه الدكتور خالد محمود، غدا تم تحديد العاشره ونصف صباحا هيتحرك النادي الاهلي من فريق النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره متوجه الى الاسكندريه، ويكون التدريب النهائي للنادي الاهلي في الساعه الخامسه على ملعب برج العرب، هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي قبل مواجهه الاهلي والاسماعيلي. كمان في التدريب النهارده يمكن الحماس الشديد كان ليه تاثير على كل اللاعبين، شفنا اشتراك قوي جدا بين احمد ياسر ريان وصبر الرحيل واحمد الشناوي ومحمد الشناوي واحمد الشيخ، التحامات كانت عديده حذر منها كابتن حسام البدري على عدم الالتحام خوفا من الاصابات، لكن لو بيدل ده بيدل ان في تركيز وحماس كبير جدا لكل اللاعبين، الكل عاوز يحصل على فرصه، وده اللي اكيد كل جمهور النادي الاهلي بيتمنى ان كل اللعيبه تبقى جاهزه، وكل التوفيق اكيد للنادي الاهلي في مباراته القادمه على الاهلي والاسماعيلي. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف، واكيد كل التوفيق للفريق الاول في لقاء الاسماعيلي يوم الاثنين. فاصل قصير ونعود إلى جولة في أخبار منتخبنا الوطني. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر على إقامة مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي والمحدد له خلال شهر مارس المقبل، واتفق كوبر مع مساعده وكذلك إيهاب لهيطة على إقامة وديتين خلال شهر مارس المقبل بعد التأكد من صعوبة توقف الدوري في يناير المقبل لإقامة معسكر للمنتخب يتخلله مباراة ودية. عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إعادة تشكيل لجنة جديدة للحكام وإعلانها بالكامل نهاية شهر نوفمبر الجاري بجانب لجان الحكام في المناطق والفروع. وقال عبد الفتاح أنه يعكف حاليا على الأسماء التي ستتضمنها لجنة التحكيم خلال المرحلة المقبلة، كاشفا عن وجود أسماء جديدة مع تدعيمها ببعض الخبرات المتواجدة حاليا في اللجنة المشكلة. وكشف عصام عبد الفتاح أن التغيير سنة الحياة، ولا بد من الوقوف بشكل سريع أمام أي ظرف نتعرض له، لذلك كان قراري بتشكيل لجنة جديدة من واقع الانتقادات والتي يتعرض لها التحكيم ورغبة منا في استمرار مسار التحكيم بمشواره نحو التألق. you
أكد الحكم الدولي جهاد جريشة أن اختياره ضمن قائمة الحكام والذين سيديرون مباريات كأس العالم 2018 بروسيا شرف كبير له. وأضاف جريشة أن اختياره يعود إلى كل شخص وقف بجانبه، وهو تتويج لمجهود الجميع وجاهز لتمثيل مصر في البطولة. وأوضح جريشة أنه لم يتواجد في مباريات الدوري أو الكاس في الفترة الماضية بسبب خوضه الاختبارات خوفا من إصابته، وتم إعفائه من المباريات لمدة 10 أيام قبل الاختبار، وسوف يخوض ما يقرب من 4 معسكرات استعدادا لمباريات كأس العالم. وعاد جهاد جريشة ليؤكد: تواجدي في هذا الحدث العالمي صعب، ولكن استمتع بالعمل، وقد كان هدفي في الفترة الماضية هو الوصول إلى مونديال 2018، وهدفي الآن هو الوصول إلى أبعد نقطة في هذه البطولة العالمية. دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث فاز هشام نصر بمنصب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في الانتخابات والتي عقدت ظهر اليوم بمقر الاتحادات في مدينة نصر. وحصد نصر 53 صوت مقابل 36 صوت لمنافسه هادي فهمي على مقعد الرئاسة. وفاز خالد العوضي منصب نائب رئيس اتحاد كرة اليد، وحصل العوضي على 57 صوت مقابل 33 صوت لمنافسه أحمد إيهاب النحاس. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر أمس بتكريم أكاديميات السلة بمقر النادي بالجزيرة. وأقيم مهرجان التكريم لأكاديميات السلة داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتخللته قفصات استعراضية ومهارية لناشئي وناشئات أكاديمية السلة بمراحلها العمرية المختلفة. نتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء في حفل التكريم. انتوا اللي هتعملوا لنا ايه؟ مش احنا اللي نعمل لكم، انتوا اللي تجيبوا بطولات، انتوا اللي تجيبوا بطولات. حضرتك هتعمل لنا حاجه؟ عايزين نعمل لكم ايه؟ اللي هو الباسكت تكون اكبر حاجه في النادي وكده، ويعني والناس يبقى انتوا اللي هتخلوا الباسكت اكبر لعبه في النادي الاهلي. يعني وكده هنعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، كل اللي انتوا عايزينه، اللبس والمدربين، وهنجيب لكم احسن مدربين، وهنجيب لكم احسن لبس.
حاجه رائعه محمود بينا، لازم تقول كلمه طبعا لكل الاجيال الجديده دي، دعم مستمر لمجلس الاداره، لكن حابين نسمع منك حاجه تشرف انه يبقى في عندنا اكاديميه للباسكت تحديدا يعني طبعا على راس هذه الاكاديميه راجل خير من مثل النادي الاهلي كابتن طه الغنام الحقيقه، وقال غنام كلهم يعني ما زال اجيال بتتواصل. الحقيقه اللي احنا بنشوفه النهارده في الاجتماع حاجه مشرفه بتسعد كل اهلاوي، انه الامل موجود والمستقبل جاي والولاد بتوعنا بيتعلموا من النهارده يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه مسؤوليه النادي الاهلي، حاجه جميله وبتسعدنا كلنا. وكل الدعم من مجلس الاداره ده او اي مجلس قادم للعبه الباسكت طالما فيه الاحترافيه دي شغاله، احنا بندعم كل ناس محترفه بتؤدي دورها النادي الاهلي. عايز اعرف بس اسمك ايه الاول؟ جمانة اشرف. قولي لي انت بتلعبي ايه في النادي الاهلي؟ باسكت. مبسوطه من التكريم بتاع النادي الاهلي النهارده؟ تتمني ايه الفتره اللي جايه للنادي الاهلي؟ تتمني ايه تعملي ايه في النادي الاهلي؟ ادخل فرقه. اسمك ايه؟ هاني. قولي لي انت مبسوطه النهارده اكيد على التكريم ده، قولي لي عملت ايه في التكريم؟ اخدنا شهادات. هناخد شهادات. تتمني ايه اما تكبري في النادي الاهلي؟ عايز تبقي مين زي في النادي الاهلي؟ عايز ابقى في فرقه. يلا قولي لي اسمك ايه؟ كارما. بتلعبي كام سنه في النادي الاهلي وبتحبي الباسكت ولا لا؟ بحبه. قولي لي شايفه التكريم النهارده والحاجات اللي انتوا بتاخدوها دي بتسعدك ولا بتبسطك ولا لا؟ بتسعدني. انا عايز اعرف اسمك وبتلعبي ايه هنا؟ بلعب باسكت، اسمي هايزي. تتمني ايه لما تكبري في النادي الاهلي؟ انا لعيبه كبيره باسكت. اسمك ايه؟ ركاية محمد. بتلعبي في كام سنه هنا في النادي ومبسوطه ان انت بتلعبي باسكت ولا لا؟ بلعب بقالي سنتين ومبسوطه جدا. شايفه المجلس النهارده بيكرمكم، شايفه الحاجه المجلس الاداره بيكرمكم النهارده دي حاجه تبسطك ولا لا؟ طبعا. عايزه تقولي ايه للنادي الاهلي؟ بحبه جدا. اسمك ايه؟ حمزه. بتلعب في كام سنه يا حمزه؟ ايه؟ بتلعب في كام سنه؟ فريق كام سنه؟ فريق 2002. اسمك ايه؟ احمد هادي. بتلعب في كام سنه؟ 10 سنين. قول لي بتتمنى ايه اما تكبر في النادي الاهلي؟ ابقى لعيب كوره. الله ينور على النادي وعلى وضع النادي والنظافه اللي فيه والوضع اللي فيه، في تحسن جامد قوي قوي، وربنا معاهم ويقويهم في المرحله اللي جايه، مش قادر اوصل من كده تمام. هي بصراحه حاجه رائعه جدا وحاجه تشرف جدا، وانا مبسوطه جدا بالاطفال ان شاء الله اللي هيشرفوا النادي، وطبعا طبعا شكر كبير جدا للاستاذ محمود طاهر. حاجه جميله وحاجه مشرفه، وده بيدل على مكانه النادي الاهلي والمجهود اللي بيبذل مع الاولاد، حاجه تشرف، حاجه جميله، ومتشكرين جدا على المجهود اللي بذلته. والله انا فرحانه جدا ببنتي ومبسوطه بيها وربنا يوفقهم كلهم. تتمني ايه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ لا اتمنى النادي الاهلي دايما يبقى رقم واحد دايما زي ما احنا عودنا. مبسوطه جدا ويعني ما شاء الله يعني، وربنا يكرم كابتن محمود بصراحه يعني. تكريم كويس جدا وبيدي دافع للولاد ان هم يكملوا، وحاجه محترمه ومجلس محترم، وشايفين في كل حاجه تقدم. شايفه ان التكريم ممتاز، وبنشكر كل الكباتن الكبار اللي دعموا التكريم دوت، كابتن طه الغنام وكابتن نبيل بخيت وكابتن طاهر رجب. فبنشكر كل الكباتن ان هم دعموا حاجه زي كده، وتكريم ممتاز طبعا. كابتن محمود طاهر طور النادي تماما، احنا كنا الاول عاملين زي مركز شباب، دلوقتي بقينا حاجه مختلفه، بقينا فعلا الواحد يشرف ان ده نادي الاهلي، بعكس الاول الفتره اللي قبل كده كان النادي مختلف تماما وما كناش بنحب ندخل النادي الاهلي، انما دلوقتي مع كابتن محمود طاهر النادي اتطور تماما وبقى مختلف تماما. انا زي ما بشكر الولاد على مجهودهم وبشكر كابتن طه الغنام ومجهوده الرائع، احب اشكر الجندي المجهول وراء الكلام ده وهو اولياء الامور. الحقيقه اولياء الامور ليهم دور كبير جدا مع النادي، بيساعدوا النادي في حاجات كتير باهتماماتهم، والنادي مش هيتاخر ابدا في انه يدعم الباسكت طالما في مجهود احترافي بيحصل وطالما في
انتاج بيحصل زي كده، فاحنا كلنا سواء كمجلس حالي او المجلس القادم ان شاء الله كلنا دعم للباسكت وكلنا دعم للمجهود اللي في الاخر بيعود علينا وعلى النادي الاهلي بالانتصارات والبطولات ودايما في بطولات ان شاء الله. فريق ناشئات كرة اليد بنادي الأهلي مواليد 2002 فوزا مستحقا على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 40-9 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الدوري على ملاعب كرة اليد بنادي الأهلي في مدينة نصر. وتعد هذه المباراة هي الخامسة والتي يحقق فيها الفريق بقيادة أحمد مصطفى مدرب الفريق الفوز على توالي بطولة الدوري، حيث فاز في المباراة الأولى بالدوري على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 40-7، وفي المباراة الثانية على فريق باكوس بنتيجة 41-24، وعلى فريق النصر بنتيجة 50-15، وعلى هيليوليدو بنتيجة 48-11. ويخوض الفريق مباراته التالية في الدوري يوم الجمعة القادم أمام فريق باكوس على ملاعب باكوس بالإسكندرية. فاصل قصير نعود إلى جولة في الملاعب العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث استعاد أرسنال نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين 2-0 على جاره توتنهام اليوم السبت في لقاء ديربي لندن بافتتاح مباريات المرحلة الثانية عشر من المسابقة. ولقن أرسنال جاره وضيفه توتنهام درسا قاسيا على مدار الشوط الأول، والذي ظهر خلاله التفوق الواضح للمدفعجية وأسفر عن هدفين سجلهما الألماني شكودران موستافي والتشيلي أليكساس سانشيز في الدقيقة 36 و41، ورفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي وبفارق نقطة واحدة فقط خلف توتنهام. أعرب جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن غضبه من طريقة تعامل المنتخب الإنجليزي مع لاعبه فيل جونز خلال مباراة ألمانيا الودية. وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه لم يرى طوال تاريخه التدريبي لاعبا يتم حقنه بالمسكنات ليلعب مباراة ودية. وأوضح مورينيو أن جونز حصل على 6 جرعات مخدرة لتخفيف الألم لكي يخوض مباراة ودية، مما ساهم في تفاقم إصابته وغيابه عن مباراة الشياطين الحمر مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي. يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة عن طريق التعاقد مع لاعبا انتر ميلان الإيطالي أنطونيو كاندريفا وميلان سكرينيار. وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز أبدأ إعجابه باللاعبين وطلب من مسؤولي النادي مراقبتهم منذ فترة رغب فيها التعاقد معهم في يناير القادم. كان كونتي قد حاول ضم كاندريفا خلال الصيف الماضي، ولكن إدارة الميلان رفضت التخلي عنه، كما أن زميله سكرينيار محط أنذار العديد من الأندية على رأسها برشلونة الأسباني.
متابعة أخبار النادي الأهلي في صحف المواقع الإلكترونية، والبداية من بوابة الأهرام. الأهلي يكشف موقف نجيب وربيعة من لقاء الإسماعيلي. ومن الوفد اليوم مجلس الأهلي يضع حجر أساس هرمه الرابع في القاهرة الجديدة. من الوطن سبورت عبد الحفيظ يطالب بطاقم تحكيم يكون على قدر موقعة الدراويش. ومن الشروق الأهلي يوضح موقف صالح جمعة. من البوابة نيوز الأهلي يتراجع عن شكوى المنتخب التونسي. ومن بيت البدري يبدأ علاج أزمة الجبهة اليسرى قبل لقاء الإسماعيلي. أما من مصراوي فالأهلي يفقد ثلاث أوراق رابحة قبل موقعة الإسماعيلي. وفي الجول عبد الحفيظ يعدد مكاسب الأهلي أمام الإنتاج ويفسر تصريحاته عن التحفيز. ومن يورو سبورت عربية الأهلي يعلن موقفه من صفقات الشتاء وحكم مباراة الإسماعيلي وشكوى المنتخب التونسي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.